شات النائب موجود السائرون والفتح في واقع الحال لم يطالب بموضوع المحاصصة، وأنا داخل بهذه العملية. من يطالب؟ المطالبة كان من قبل تحالف القوى، وهذا معروف الحقيقة، وهذا رفضوا موضوع التصويت عليه بشكل إيجابي، وأخوانا الأكراد الحق طالبوا بثلاث وزارات على الأقل، وخاصة وزارة المالية، مصر وزارة المالية، والترشيح للأسماء يكون من قبلهم وليس من قبل علاوي. علاوي رفض في هذا الموضوع. مطالبات الأخوة، هذا الكلام أنا غير دقيق، أنا مطلع على موضوع تفاصيل غير دقيق، لأنه أنا اجتماعات حاضرها مع تحالف القوى كليتها، ولا قدمنا ولحد الآن السيد رئيس المجلس السبب رادوا انتخابات رئيس مبكرة، رئيس التحالف لحد الآن لم يعطي سيرة ذاتية لأي شخص، ولحد الآن وهو الرجل دخل إلى مجلس النواب وأراد أنه، ولكن قناعات النواب، رئيس مجلس النواب هو دخل.